طيب تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كتاب العتق. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا من مملوك فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استصعي غير مشقوق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دبر رجل من الأنصار غلاما له، وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر ما لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ب800 درهم ثم أرسل بثمنه إليه. حسبك بارك الله فيك، الحمد لله، انتهى الكتاب هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد وحسن الخاتمة. واليوم إن شاء الله تعالى سنختم كتاب عمدة الأحكام بهذه الفترة المديدة التي يعني اجتمعنا حول هذا الكتاب العزيز، حول هذا الكتاب يعني القيم، كتاب عمدة الأحكام. هو درسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الدرس الخامس من كتاب الجهاد، وما تبقى من الكتاب من باب العتق والتدبير. الحديث 17 عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس كما هو واضح. روى عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل يحمل حمل، وحمل يقال حمل بالفتح، هو الصحيح من باب ضرب. من حمل علينا السلاح فليس منا. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا ذكر الشرط وجواب الشرط. فأما الشرط فهو من حمل علينا السلاح، وجواب الشرط فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح. والمسلم هذا الباب، طبعا هذا الحديث أورده المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب ليذكرنا خطورة ترويع المسلمين، وأن حمل السلاح هو أمانة، يجب على حامل السلاح أن يؤدي هذه الأمانة. فحمل السلاح ليس قضية بكل بساطة وسهولة، يحمله الإنسان كما يريد، يروع من يشاء، يقتل من يشاء، فهذا ليس من دأب المسلمين وليس من عادتهم. فبما أننا في باب الجهاد، والجهاد يقتضي حمل السلاح، وحمل السلاح هذا له أدبيات، له أخلاق، له شروط، له واجبات، وعلى حامل السلاح عليه واجب. فالأصل أن يحمل المؤمن السلاح للمسلمين ولدفاعهم، لأمنهم، لحمايتهم، ليس أن يحمل السلاح عليهم، وإنما عليه أن يحمل السلاح لهم، أي للمسلمين، لمصالحهم، لمصالحهم. أما من حمل السلاح عليهم على قتلهم وتفجيرهم وإزهاق أرواحهم
وتخريب ممتلكاتهم تحت أي ذريعة، فليس هذا من المسلمين، لا ينتمي من المسلمين، فليس منا. قال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح، فهذا الإنسان الذي حمل على المسلمين السلاح قال فليس منا، أي لا ينتمي إلى المسلمين. وإلا لو كان ينتمي إلى المسلمين لا يمكن أن يقتل مسلم مسلما عمدا، كما قال سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. فكأن القرآن الكريم يقول لا يتصور أصلا من المؤمن أن يقتل مؤمنا آخر إلا عن طريق الخطأ، هذا لا يتصور أصلا. وهناك أدلة كثيرة جدا معروفة ومشهورة، كلها تتعلق بتحذير المسلمين، وخاصة الذين يحملون السلاح، أن يريقوا دماء المسلمين أو يروعوا المسلمين. فكل وسيلة تؤدي إلى ترويع المسلمين فهي وسيلة محرمة. وكما هو معروف ورد في السنن من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى بمجرد حمل السيف حال كونه مسلولا، لأنه هذا السيف المسلول الذي سل عن غمطه فهو معرض لأن يصيب مسلما أو يؤذي إنسانا مسلما. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح، بمجرد الإشارة، بمجرد أن تأخذ البندقية وتوجهها إلى المسلم فهذا هو محرم، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فبمجرد أن تقتل مسلما تأكد على أنك وقعت في حفرة من النار عياذا بالله عز وجل. وكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب على من حمل السلاح أن يأخذ الحيطة والحذر لأقصى درجة لحفظ دماء المسلمين وعدم التعرض لحرمة المسلمين. ومن هنا هذا الحديث هو قاعدة عامة وضعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاستخدم كلمة من التي تدل على العموم، فقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح. من هنا كما قلنا هي شرطية وتفيد من ألفاظ العموم، فسواء كان حامل السلاح سواء كان رئيسا أو مرؤوسا، سواء كان عسكريا أو ضابطا أو غير ذلك، فكل من حمل السلاح فعليه أن يحتاط بكل ما تعني الكلمة يحتاط لدماء المسلمين، وأن لا يروع المسلمين. وفي تراثنا الإسلامي وفي شراح كثير من الأحاديث شراح الأحاديث يركزون على جانب المعارض أو الخارج عن السلطة، فيركزون يتحدثون عن أنه هذا الذي خرج عن السلطة يحمل عليه السلاح، وهذا لا شك في ذلك، لكن كذلك لا يجوز لمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يحمل على المسلمين سلاحا وأن يقتلهم، لأنه هذا الجانب يعني الجانب الذي عنده قوة دائما وعنده الجيش وعنده سلاح وعنده قوة، هذا الجانب الذي لا يرحم المسلمين بل يقتل المسلمين بسلاحهم، يقتل المسلمين بأموالهم، يستخدم قوته التي وقعت في يده وهي قوة مشتركة، قوة لكل المسلمين، هذه القوة لهذه الأمة، فهو يستخدمها ضدهم. فهذا الجانب كذلك يجب أن ينبه عليه وأن يحتاط وأن يتخذ جميع الوسائل التي تمنعه أن يقدم على هذه الجريمة. نرى اليوم ما يفعله بعض الحكام الذين يحكمون المسلمين من قتل وإبادة وترويع واستخدام يعني المتفجرات والسلاح الثقيل، يقتلون ويشردون المسلمين، فهذا الجانب كذلك هو جانب الظالم الذي يدفع بعض الناس يعني أو يدفع الجانب الآخر الخروج عليه وبظلمه وبطشه وتصرف المجحف واستخدامه بالقوة والمال.
فهذا الجانب كذلك هو يكون خارجا على الأمة وخارجا عن سواد المسلمين، وقد يكون المسؤول هو الخارج على الأمة ومبادئها وعقيدتها وأراضيها، وقد ينفصل عن أمته ويكون ضدهم ويخدم لأعداء الإسلام ويكون هو الخارج. فهذا كذلك هذا الحديث موجه إليه، فلا يجوز له أن يحمل السلاح على المسلمين. وقد يكون الذي يحمل السلاح على المسلمين ويخرج عن سواد المسلمين قد يكونون مجموعة من الناس أو عدد من الناس، فيخرج فيحملون السلاح على المسلمين لاعتقاد منهم، ويعتقدون على أنهم يعني المسلمون كفار وأنهم ارتدوا عن دين الله عز وجل، فيجب قتلهم ويستبيحون دماء المسلمين، فيخرجون على المسلمين اعتقادا وسلاحا كذلك. فهؤلاء الذين يستحلون دماء المسلمين ويستحلون أموال المسلمين، فهؤلاء هم الذين أطلقوا عليه بأنهم الخوارج. فيجب على الأمة أن تتعاون حتى تضع حدا لفساد هؤلاء، لأنهم يفسدون الأبدان والدين والدنيا، لا يتركون شيئا إلا ويخربون. قد يوجد طائفة أخرى تخرج وتنفصل عن سواد الأعظم دنيويا لا اعتقادا، فهؤلاء هم البغاة، ويدفع شرهم بأدنى خسارة بالتفاوض والتنازل، وكذلك بالقوة إذا استدعى الأمر إلى قوة، لابد أن تكون القوة قوة يعني محدودة، فلا يجوز استعانة قتالهم بأعداء الأمة من الأعداء المعروفين المشهورين وغيرهم، يعني لا يجوز أن يستعان ضدهم بأعداء المسلمين، لأن هؤلاء هم مسلمون لكنهم مسلمون عصاة بغاة، فيقاتلون حتى يوقفوا على حدهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث: من حمل علينا السلاح قال فليس منا، عليه الصلاة والسلام، هذا هو جواب الشرط، فليس منا. فليس منا كما هو معروف، هذه اللفظة ليس منا وردت في نصوص كثيرة، منه قوله عليه الصلاة والسلام: من غشانا فليس منا، وقوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا ولذلك العلماء يختلفون هنا، يقدرون ليس منا فليس منا، لأنه لا يقصد هنا أنه كل من يخرج على المسلمين على أنه يرتد ويخرج عن دين الله عز وجل، ولذلك اختلفت العبارات العلماء. قال ابن الملقن أبو حفصة عمر بن علي ابن الملقن: وقد نقل عن السلف، وقال وقد نقل عن السلف أن الأولى أن الأولى يعني إبقاء اللفظ على ما هو عليه، يعني كما أن يطلق اللفظ كما أطلقه الشارع ولا يؤول، لأنه أبلغ في الزجر وأوقع في النفوس، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الفصيح البليغ عليه الصلاة والسلام، فيترك اللفظ كما هو. وبعض العلماء قالوا فليس منا إن استحل قتل المسلمين، فليس من المسلمين لأنه يكفر باستحلال دماء المسلمين للاستحلال، لأنه يعني استحل بأمر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا لم يستحل ذلك أو لم يستحل بذلك فيكون يعني عاصيا عندئذ، فليس منا، ليس من هدينا ولا من طريقتنا ولا من أخلاقنا ولا من شيم المسلمين وغير ذلك، قالوا هكذا. نعم، والمهم الإنسان الذي يحمل السلاح على المسلمين فيقتل المسلمين أو يؤذيهم، لا شك أنه وقع أكبر جريمة بعد الشرك بالله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى عضف قتل المسلمين، عضف بالشرك بالله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فبعد جريمة الشرك بعدها جريمة قتل مسلم بغير حق، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كذلك جمع في 7 الموبقات التي تهلك الناس، منها الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله عز وجل بقتلها. فهذا الإنسان ارتكب جريمة ما بعدها جريمة، وظلما ما بعده ظلم، يكفيه على أن الله سبحانه وتعالى توعد عليه ب5 أشياء لم تجمع في آية من القرآن الكريم، منها وهو قوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا، ووصفه بالعظمة عذابا عظيما. فهذه هذا الوعيد الشديد لا يوجد آية جمعته بهذا الشكل إلا هذه الآية
الكريمة. وهذه كلها وهذه هذه هذه المصائب أو الطامة العظيمة تترتب على قتل المسلم أو القتل المؤمن عمدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما من حرام. فالإنسان يرجى له خير ما دام لم يصب دما من حرام، أما إذا أصاب دما من حرام فأمره خطير ومصائبه عظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. أورد المؤلف رحمة الله عليه الحديث 18، وهو آخر حديث أورده في باب الجهاد. ويبدو أن المؤلف رحمة الله عليه ساق في هذا الباب عدة أحاديث في أبواب متنوعة، كأنه يشير في كل حديث يشير إلى باب من تلكم الأبواب. فهنا هذا الحديث يتحدث عن جانب الإخلاص، وأن الجهاد بما ذكر له من الفضل والعظمة والأجر العظيم والدرجات العالية وغير ذلك، هذا الفضل لا يتحصل إلا إذا كان لوجه الله عز وجل ولرفع راية الإسلام. ولذلك هذا الحديث يستحق أن يختم به في هذا الباب، لأنه هو المفصل فيصل، لأنه هو مربط الجمل، لأنه هو الأساس في هذا الباب. هذا الحديث العظيم من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يتعلق فقط باب الجهاد، وإنما ترى باب الأعمال كلها، لكن الجهاد هو من أهم القربات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك المؤلف ختم به في هذا الباب. وقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سأله سائل. ورد في بعض الروايات سأله أعرابي، الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا أعرابيا، ولا يتعلق بمعرفة اسمه أمر عظيم ومسائل مهمة، ولذلك أبهموه أنه سئل عليه الصلاة والسلام هكذا، يعني لما لم يسمى فاعله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل، الرجل هنا هو في بابه، لأن الرجال هم الذين يقاتلون، وهو الذين يحملون السلاح ويجاهدون في سبيل الله عز وجل بخلاف النساء. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، عن الرجل يقاتل شجاعة، يسئل عن الرجل، يعني يقاتل حال كونه يقاتل هذا الرجل شجاعة لأجل شجاعة، شجاعة لأجل شجاعة، يقاتل لأجل شجاعة. المفعول لأجل هنا هو من مقيدات الفعل، فعل القتل أو فعل القتال أو القتل، يقيده وقيده بالشجاعة، يقاتل لكنه يقاتل بماذا؟ يقاتل لأجل الشجاعة التي هي شدة القلب عند الحرب. الشجاعة معروفة، وهي أن يكون الإنسان ثابتا، يعني لا يخاف ولا يفر عن الحرب، وهذه هي شجاعة. وشجاعة رزق يعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء جل وعلا. الناس ليسوا على نمط واحد في من حيث شجاعة والثبات والاستقرار، وهنا أقسام وأنواع الناس. فهناك رجل يقاتل، وسئل عن رجل يقاتل شجاعة لأجل شجاعة، أي شجاعة، يقاتل شجاعة، أي بمعنى أنه يقاتل ليمدح له بالشجاعة. هذا يمكن لأجل أن يمدح هذا الرجل بأنه شجاع، وبأنه يعني بأنه رجل لا يخاف، مثل هذا يعني يقال فلان شجاع، وقد لا يكون شجاعا، وإنما يكون يعني مثلا متهورا أحيانا، ولكنه يريد أن يمدح بهذا المدح. قد لا يكون شجاعا، لكنه يحب المدح بهذا هذا 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 الوصف. فهو بهذا الشكل لا يكون مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فلو قتل فهو يكون من أول الثلاثة الذين يسجرون في نار جهنم يوم القيامة عياذا بالله، كما ورد في الحديث الصحيح في حديث إمام مسلم، ذكره النبي عليه الصلاة والسلام: الثلاثة الذين يسجرون في نار جهنم، أول من يسجرون في نار جهنم يوم القيامة. لأن هذا الرجل يحب أن يمدح، فقاتل لأجل المدح، لأجل مدح، يقال شجاع.
وقد يكون الإنسان يقاتل شجاعة، وقد يعني أنه يقاتل لأجل الشجاعة، بمجرد شجاعة فقط. قد يكون شجاعا بطبعه هذا الإنسان، بطبعه وجبلته، فإذا سمع قتالا يعني يدخل في المعارك ويغوص في المعارك ويندفع إلى الحرب مغامرة فقط، لأجل المغامرة يقاتل للشجاعة لا لوجه الله، ولا يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي. يعني الرجل يقاتل شجاعة، كما نقول اليوم العلم للعلم والفن للفن والقتال للقتال، يعني مقصده هو القتال لأنه يحب القتال، فيقاتل لأجل لهدف الشجاعة فقط هذا الرجل، ليدل على أنه يعني لا ترهبه المواقف. والرجل يغوص في الحروب والقتال ويحب ذلك وينجذب لها، فهذا الرجل يعني ليس له شيء ما دام يقاتل لأجل شجاعة. وأما أن يكون المقاتل في سبيل الله شجاعا فهو أمر مطلوب، وهذا الحديث لا يذم ذلك، أن يكون الإنسان يعني الذي يقاتل في سبيل الله عز وجل أن يكون شجاعا فهو مطلوب، بالشرط أن تكون شجاعته لله وفي سبيل الله وفي رفع راية الإسلام والتوحيد. فهذا عمير بن حمام المعروف بشجاعته و ببخبخاته عندما قال بخ بخ، وقال إن حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. هذا الصحابي هذا يدل على شجاعة هذا الرجل وإقدامه على القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر له الجنة عليه الصلاة والسلام. وكذلك أنس بن النضر الذي قال اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون في غزوة أحد، ثم بعد ذلك قاتل حتى قتل في سبيل الله عز وجل. وهكذا كان مشهور أصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كثير منهم كانوا مشهورون بشجاعتهم وبصارتهم في القتال، وأنهم لا تخوفهم المواقف العظيمة. علي بن أبي طالب روي على أنه كان يتبختر في القتال إذا دخل الحرب، فيقول له ولده يا أبتي ماذا تفعل في هذا الموقف؟ فقال يا بني أبوك لا يبالي أسقط على الموت أم سقط الموت عليه، لأبوك لا يبالي. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من الخيراء ما يحبه الله سبحانه وتعالى يعني أن يختال المرء أو الرجل على القتال أو في وقت القتال، مدحه النبي عليه الصلاة والسلام. أما وهذا قضية الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء سبحانه وتعالى، فالرجل المسلم أو المقاتل المسلم أن يكون شجاعا فهو مطلوب، لكن لابد أن تكون شجاعة لله عز وجل، ليست شجاعة، لا يقاتل لأجل شجاعة ولا يقاتل لأجل المدح والثناء، وإنما يجب أن يكون قلبه معلق بالله عز وجل، ومقصده أن يكون لرفع راية الإسلام. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، وسئل عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يقاتل حمية هذا أولا هو إنسان، وإنسان آخر ربما يقاتل لا يقاتل لأجل الله عز وجل، وإنما نيته عندما يقاتل لأجل أنفة وحمية وغيره، لأجل عشيرته أو قبيلته أو مذهبه أو حركته أو طريقته أو مجموعته، أو يعني له مقصد ويقاتل لأجل المغنم والأموال وغير ذلك. فهناك يعني طرق كثيرة جدا، يقاتل هذا حمية لأجل حمية، لا يقاتل لأجل الله عز وجل. فسئل هذا الرجل فليس هذا في سبيل الله عز وجل، وليس له عند الله عز وجل شيء ولو قتل. ويقاتل الرياء، سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي يقاتل رياء لأجل الرياء، الرياء هو طلب يعني المراءات، وأن يراه الناس على أنه كذا وكذا، وعلى أنه يعني رجل محارب مقاتل، يقاتل لأجل مغنم، يقاتل لأجل مركز، يقاتل لأجل الرئاسة، ويتستر بالقتال والجهاد في سبيل الله عز وجل لنيل نفع دنيوي. فإن كان الرياء هو الباعث الذي بعثه للقتال وللجهاد، فلا شك أنه تورط في الشرك الأصغر، فعمله يبطل سواء كان هذا العمل جهادا أو عملا آخر، فهذا العمل باطل لفقده شرط الإخلاص. قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن ضرأ عليه هذا الذي بعثه، الذي انبعث لأجل الشرك، لأجل الرياء، وسبب خروجه إلى الجهاد أو سبب قتاله يكون رياء فقط وسمعة. أما إذا كان لأجل الله عز وجل قاتل لأجل الله وخرج لأجل الله عز وجل،
ثم بعد ذلك طرأ عليه الرياء، والإنسان غالبا لا يسلم، طرأ عليه ما هذا المرض، فإن دفع هذا المرض فهو مجاهد في سبيل الله عز وجل. ومن المجاهدة التي مدحها الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لأنه جاهد نفسه ودفع هذا العارض الذي عرض عليه الرياء. وأما إذا استساغه واستمر به واستمرأه إلى آخر عمله فيبطل العمل الذي دخل فيه هذا الرياء. فهذا هو الواضح من النصوص. فالنبي عليه الصلاة والسلام طرح عليه هذه الأسئلة، وقيل له عليه الصلاة والسلام: أي ذلك في سبيل الله؟ كل هذا الذي ذكر أي في سبيل الله، ذكر 3 أحوال، لكن الأحوال أكثر من ذلك، وإنما هي أنماط كثيرة متعددة. ولذلك وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة عامة، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لأجل أن تكون كلمة الله، وهي التوحيد، كلمة التوحيد وكلمة الإسلام هي العليا، فهو في سبيل الله، ويكون مفهوم المخالف. وأما من قاتل يعني لسبب آخر، أو قاتل لأجل أي سبب آخر، فهو ليس في سبيل الله. من لم يقاتل لتكون كلمة الله العليا فليس في سبيل الله جل وعلا. الجهاد الذي يعني ينفع المسلمين ويقاتل لأجله، لابد أن يترتب عليه لتكون كلمة الله هي العليا. وهناك كذلك نلاحظ في هذا الحديث أن هناك فرق بين الجهاد في سبيل الله عز وجل وبين الشهادة. قد لا يكون إنسان مجاهدا في سبيل الله، لكنه يعني يكون شهيدا في الآخرة وبأسباب أخرى. فهذا الحديث يتحدث عن الجهاد في سبيل الله عز وجل، فشرطه هو هذا، أن يكون الباعث، وأن يكون المقصد، وأن يكون المقصد أن تكون كلمة الله هي العليا. فهذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. أما باب الشهادة فهي أعم من ذلك، فمن قتل دون ماله فهو شهيد مثلا، من قتل دون عرضه فهو شهيد، كما وردت في النصوص أخرى. ثم المؤلف رحمة الله عليه أورد آخر الكتاب، كتاب العتق، كتاب العتق، يعني يقصد عتق العبد، عتق العبد. العتق هو تخليص العبد من ملك الآدمي وتحريره. فالعبودية كانت موجودة قبل أن يأتي الإسلام، والمؤلف رحمة الله عليه أحسن لأنه وضع هذا الكتاب بعد كتاب الجهاد، لأن الاستعباد لا يأتي إلا من جانب واحد عند الإسلام، لا يأتي إلا من باب الجهاد. عندما يؤسر الرجل أو يمسك الرجل وهو يحارب دين الله عز وجل، يقاتل لأجل منع الناس عن عقيدة الله عز وجل، فعندئذ يستعبد ويحرم عنه الحرية. فلا يوجد عند الإسلام أو المسلمين هؤلاء الجيوش أو الجنود الذين يؤسرون في القتال، لما كانوا يسجنون. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يبني السجون عليه الصلاة والسلام، وما بنى سجون مثل غوانتنامو وغيرها يستهان فيها الناس وينتهك أعراضهم وغير ذلك من السجون يعني السيئة السمعة في العالم، في أطراف العالم. وما كانوا النبي عليه الصلاة والسلام ما بنى عليه الصلاة والسلام سجنا واحدا، وإنما كان عليه الصلاة والسلام إذا أسر الرجل في الحرب والقتال كان يوزع على المسلمين، وكانوا يعطون حقوقهم، وأمروا أن يطعموهم مما يطعمون، وأن يلبسوهم مما يلبسون، وأن لا يكلفوا من الأعمال إلا ما يطيقون. فهذه هذا الباب وهذا هذا هذا الكتاب، وكان مناسب لكتاب الجهاد. ثم بعد ذلك يعتقون، إذا وجد على أن هؤلاء تحسنوا وحسن إسلامهم فحث الإسلام عتق هؤلاء. وهناك أحكام كثيرة جدا في باب عتق الرقاب، وردت فيها نصوص كثيرة وأدلة تنظم هذا الأمر وتشجع على تحريرهم، تحرير الناس عن العبودية، تحريرهم وعتقهم. ولذلك اليوم ما دام هذه المسألة ليست مطروقة إلى هذا الحد، إن شاء الله تعالى سنوجز الكلام بإذن الله عز وجل. لكن من الملاحظ أن كثيرا من الفقهاء وكثيرا من المحدثين يختمون كتبهم هذا الكتاب أو هذا الباب، باب العتق، باب العتق، وذلك تفاؤلا لأن يعتق الله سبحانه وتعالى رقابهم
من النار سبحانه وتعالى، أن يعتق الله رقابهم من النار، ولذلك يتفاءلون ويريدون هذا الباب في آخر كتبهم، وهو ما فعله المؤلف رحمة الله عليه. وكثير من فقهاء الشافعية يفعلون ذلك، وتجد على أنهم يجعلون هذا الكتاب آخر كتاب من كتبهم ومن مؤلفاتهم الفقهية. هذا الكتاب، نعم، هذه مسألة يعني ليست يعني ليست معمورة في هذا الزمن. أما والعتق، لفظ العتق يعني يرد ورد في معاني كثيرة، منها الجمال، عشان عتيق يعني جميل، العتق هو يراد به الجمال، وقد يراد به الكرم، لكن هنا يقصد تحرير العبود، تحرير الناس عن العبودية. ثم أورد المؤلف رحمة الله عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: من أعتق شركا له في عبد، يعني الذي أعتق سواء كان مسلما أو كافرا أو غير ذلك، يعني رجل وامرأة، ومن ألفاظ العموم على الصحيح، أعتق شركا، شركا بمعنى شريك، هو نصيب له، نصيب شركا هو مشارك، جزء يشتركه في عبد. مثلا لو أن هناك مثلا لو أن هناك 4 رجال يشتركون في عبد واحد، هم 4، طيب هذه 4 رجال يشتركون في عبد واحد، من أعتق شركا له، فواحد من 4 أعتق العبد فقال له: أنت حر. طيب وين أين حقوق الثلاثة الباقية؟ وما دام أعتقه، كيف ينظم هذا الأمر؟ هل هؤلاء الثلاثة الباقون الشركاء الآخرون هل يفقدون حقوقهم؟ وهل ينعتق العبد عليه؟ وهذه هي مسألة مهمة جدا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقرر هذه القاعدة التي استنبط الفقهاء منها كثير من المسائل في باب عتق، في باب العتق. قال: من أعتق شركا له، يعني حصة له في عبد. العبد المقصود هنا هو العبد سواء كان مذكرا أو مؤنثا، فأعطى شركاءه حصصهم، النبي حكم عليه الصلاة والسلام، نعم، فكان له مال، عفوا، من أعتق شركا له في عبد فكان له مال. ننظر إلى هذا الرجل الذي عتق حصته، ننظر، فإن كان له مال يبلغ ثمن العبد، هذا عنده مال، هذا المال يبلغ ثمن العبد، عبد قيمته مثلا 4000، 4000 كرون مثلا، وهو أعتق حصته، بقي 3/4، وعنده هذا المبلغ 3000 التي بقيت، عنده هذا المال، ماذا نعمل؟ قوم عليه قيمة العبد، نقوم هذا العبد بقيمته، قوم عليه قيمة عدل، عندما نقوم لا نبخس ولا نزيد، وإنما ننظر هذا العبد كم سعره في السوق فنقوم، فأعطى شركاءه حصصهم، فنقول لهذا الرجل الذي أعتق حصته: أعطي شركاءك حصصهم، بقي عليه 3000، نقول له: أعطي 3000، كل واحد أعطيه 1000، نعم، ولأن قيمة العبد 4000، فتعطي فلان 1000، وتعطي فلان 1000، وتعطي فلان 1000، فأعطى شركاءه حصصه، لأنه هو الذي عتق، وعتق عليه العبد، هذا التعبير يستخدمه الفقهاء كثير، عتق عليه، إذا قلنا عتق عليه العبد، يعني ينعتق العبد رغم أنفه، فالعبد يكون يعني حرا طليقا بعد ذلك، عتق عليه، هكذا يقال، عتق عليه العبد ولا يستأذن بعد ذلك، ولا يستطيع أن يمسكه، بما أنه أعتق حصته، فيدفع يدفع حصص الآخرين ما دام عنده إمكانية وعنده مال. طيب بقيت مسألة، الرجل الذي أعتق حصته ليس عنده مال، يكفي، ليس عنده مال يكفي أن يعطي شركائه،
والا فالنبي يحكم هنا قال عقد، والا اي ان لم يكن عنده ثمن يبلغ ما لا يبلغ ثمن العبد فقد عتق منه، اي من العبد ما عتق، عتق من العبد ما عتق، ما عتقه يعني مثلا كان العبد بين أربعة رجال فبقي عليه بقي عليه ثلاثة أرباع، فيكون عبد عبدا بثلاثة أرباع، أما الحصة التي لهذا الرجل الذي اعتقه فيكون العبد يعني هذا هذه الحصة يكون حرا، يكون حرا هذا العبد. فماذا يفعل بالعبد؟ العبد يقال له اشتغل وادفع أموال الشركاء الثلاثة الباقية، اكتسب 3000 حسب طاقتك وتدفعها، فإذا دفع ينعتق كذلك عليهم. هذا وهذا الذي يدله الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقصا، شقصا يقال شقصا، نعم، من أعتق الشقص النصيب، سواء كان هذا النصيب قليل أو كثيرا، الشقص يعني النصيب أو القسم، من أعتق شقصا أي قسما له من مملوك، مملوك يملكه له، كان له مثلا الحصة معينة أو قسم معين فأعتق حصته، فعليه خلاصه في ماله، لا بد أن يخلص هذا المملوك بماله، يدفع الباقي لشركائه كما مر بنا في الحديث الماضي. طيب، فإن لم يكن له مال، هذا الرجل الذي اعتق شيء حصته من العبد ليس له مال، قوم المملوك قيمة عدل، هو مر بنا هذا اللفظ، قوم المملوك أي يقوم هذا العبد أو المملوك قيمة عدل لا بخس فيه ولا زيادة حسب سعر السوق، ثم استصعي العبد، ثم يطلب من العبد أن يشتغل وأن يسعى، يستصعى يطلب منه السعي، والسعي هو اكتساب، أن يكتسب وأن يشتغل ليدفع ما بقي عليه غير مشقوق عليه، يستصعى حال كونه غير مشقوق عليه وهو لا يشق عليه، يعني مثلا إذا كان يستطيع أن يدفع كل شهر 200 مثلا، يستطيع أن يدفع 200 فيطلب منه أن يدفع هذا المبلغ، وإذا كان يستطيع أن يدفع أقل من ذلك يطلب منه، وإذا كان يستطيع أن يدفع أكثر من ذلك حسب ما يستطيع أن يشتغل، فيستصعى العبد، فإذا استصعي العبد ويكمل دفع النوبات أو الأموال التي عليه بعد ذلك يكون حرا طريقا فيدفع هذا. هذه بعض الأحكام التي تتعلق قضية العتق. ثم ذكر باب بيع المدبر. المدبر هو العبد الذي دبر بعد الموت، أي بمعنى أن صاحبه يقول: إذا مت فأنت حر، فأنا إذا مت فأنت حر، فهذا هو تدبير، تدبير العبد، هي مسألة تشبه الوصية، يقول: إذا مت فأنت حر. فماذا يفعل؟ قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: دبر رجل، دبر رجل من الأنصار غلاما له، رجل من الأنصار دبر غلاما أي عبدا له، فقال: إذا مت فأنت حر. وفي لفظ: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أعتق غلاما له أي عبدا له عن دبر، أي بعد وفاته، أي قال: أنت حر بعد وفاتي. طيب، هذا العبد ينظر إن كان سعره يعني أكثر من الثلث، لأنه الإنسان له أن يوصي ثلثا، فما زاد عن ثلث فليس له الحق، فله ثلث، فإن كان قيمة العبد تساوي قيمة الثلث يعني ينعتق العبد، أما إذا كان قيمته أكثر من الثلث أو الرجل الذي مات لا يملك إلا هو، فهذا تدبيره يلغى، ليس له اعتبار. ونبي بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، هنا هي الإشكال،
هذا الرجل الذي اعتق العبد لم يكن يملك مالا غير ذلك العبد، فهنا ليس له الحق أن يدبر، لأنه بمجرد أن يموت يتحول الملك إلى ورثته، ولم يكن له مال غيره، الرجل لم يكن له ماله مال غير العبد، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ب800 درهم، ثم أرسل بثمنه إليه عليه الصلاة والسلام، فأرسل عليه الصلاة والسلام المال إلى ذلك الرجل، لأنه لم يكن له شيء آخر، فباعه النبي عليه الصلاة والسلام هذا العبد. وهذا هو الحكم، وهذه هي خلاصة الأحكام التي تتعلق في هذا الباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزق المؤلف ومن قرأه ومن سمعه ومن استفاد منه شيئا أن يعطيه سبحانه وتعالى ثوابا وجزاء وأجرا عظيما، إنه على كل شيء قدير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما بكتابه سبحانه وتعالى وبسنن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا القدر لخصت الموضوع، بارك الله فيكم، وأترك لكم الكلام بإذن الله عز وجل. حياكم الله. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا شيخ يوسف، بارك الله فيك على شرحك الممتع، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يتقبل منكم ومنا جميعا، وأن يجعلنا ممن استفاد من علمك. بارك الله فيك. وأريد فقط أشكركم على ما استفدت منكم، جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا سليمان، كلنا استفدنا والحمد لله رب العالمين، وأنتم يعني صبرتم وكنتم أهل الثغور وأهل الرباط فترة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أعمارنا، الدنيا تجري والأعمار تنقضي، لكن الله سبحانه وتعالى هو الموفق جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم. نعم. شيخنا أنا عندي سؤال. نعم تفضل. لكن قبل سؤالي أريد أيضا أن أقول كما سبقني الأستاذ سليمان، أولا الفضل لله سبحانه وتعالى الذي وفقنا، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيك خير الجزاء على تحملنا في التأخر في الحلقات، وهذه طبعا ليس من شيم الطلاب الذين يريدون طلب العلم، إلا أنك صبرت علينا، كنا نتأخر وأحيانا نطرح أسئلة يعني ليس لها علاقة في الدرس، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صبرك وأن يجزيك خير الجزاء في كل ما بذلته. سؤالي ينطلق في الحديث عبد الله بن قيس رحمه الله رضي الله عنه رحمه الله يقاتل شجاعة، إن أخذنا هذه القطعة بمعنى أنه كان يقاتل شجاعة لكن ليس طلبا للمدح، فقط شجاعة على شجاعة المقدرة مثلا، وهل يؤجر؟ وأيضا كل عمل يأتي على شاكلة هذا الفعل كالصدقة أو التيسير على الميسر دون ترتيب النية للأجر، فهل يؤجر هذا الفاعل فاعل هذه الأعمال؟ بارك الله فيك، مسألة واضحة جدا أستاذ عباس، بارك الله فيك، فهمت عليك الموضوع المهم، بارك الله فيكم. النية شرط في صحة الأعمال، خاصة من حيث الفعل، العلماء يختلفون هل يشترط النية من حيث الترك، من جانب الترك أترك يعني، هي مسألة مختلف فيها، لكن من حيث الأفعال والعبادات والطاعات النية شرط من شروطها، ولا تصح الأعمال إلا بالنية، وهذه النية لابد أن تكون لله سبحانه وتعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فهو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، فلابد الابتغاء لوجهه سبحانه وتعالى،
أما إذا كانت النية ليست لله وإنما كتمتع مثلا في المعارك، كما ضربنا مثال، يتمتع بالمعركة ويتلذذ بها أو يقصد بأمر آخر، فهذا وكما قلنا يعني الحرب للحرب، يقاتل لأجل الحرب فقط يعني، فهذا ليست عبادة، لا تؤجر صاحبها لأنها ليست لله سبحانه وتعالى، متمحضا لله عز وجل. أعطف بسؤالك مسألة أخرى مهمة تتعلق بهذا الموضوع، فهو الإنسان الذي عمل وجاهد وقاتل وصلى وصام وزكى وحج لأجل إرادة الجنة أو يعني النجاة من النار، من النيران، هل هذا يعتبر على أنه أشرك مع الله غيره وليس مقصده لوجه الله، وإنما وجهه لمنفعة وجود الجنة أو نجاة من النار مثلا؟ وقوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهل الأحد، هل تدخله الجنة الأحد؟ والنكرة في سياق النفي تعم، فالذي عمل لأجل الجنة أو عمل لأجل النار، هل ما معنى أنه أشرك مع الله غيره؟ لأنه جنة مخلوق، والنار كذلك هي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فإرادته الجنة وهروبه عن النار، هل يعتبر أنه لم يتمحض لوجه الله عز وجل، الله عز وجل الطاعة والعبادة؟ هذه مسألة يعني معروفة عند بعض الزهاد أنهم بالغوا فيها، فأدخلوا الجنة والنار من المخلوقات في هذا الباب، وقالوا الذي يعمل لأجل الجنة أو يعمل لأجل النار يعتبر أنه مشرك شركا يعني أصغر، بمعنى أن عبادته شابه شيء من الشرك، ولذلك لم يتمحض عبادته وطاعته لوجه الله عز وجل. هنا يقال لهؤلاء: هذا كلام ليس بصحيح. الجنة، من الذي ذكرها الجنة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي رغبها جل وعلا، ونص القرآن الكريم: والله يدعو إلى دار السلام. فالله سبحانه وتعالى هو الذي أمر أن يعمل العامل لأجل الوصول إلى رضوان الله عز وجل والنجاة من النار، ومدح الصالحين والرسل والأنبياء، وقال جل وعلا: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، قال سبحانه وتعالى. ولذلك الخوف من النار يدخل في الخوف من الله عز وجل، لأن الله جل وعلا هو القادر الذي يعذب عذابا لا يعذبه أحد، فعندما يخاف الإنسان من النار هو بالتالي يخاف من عقاب الله، يخاف من الله سبحانه وتعالى بما عنده من القوة وبما عنده من العقاب الشديد سبحانه وتعالى. ولذلك المسألة أن يقال الجنة والنار، يعني الذي يعبد الله عز وجل بسبب الخوف من النار وطلب الجنة أنه يطلب يعبد شيء آخر أو عبادة ليس محض، هذا هو شطط من القول بعيد عن كتاب الله وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي كان يحث عليه الصلاة حتى الجهاد: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كان يقول عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فالصحابة كانوا يتنافسون لطلب الجنة عليه الصلاة والسلام: فاستبقوا الخيرات، والآيات في ذلك وفي ذلك، فليتنافس المتنافسون، والنصوص في ذلك طافحة بإذن الله عز وجل. نعم، هذا الذي كنت أريد أن أعلق كذلك هذا الموضوع الذي له علاقة في هذا الموضوع. نعم، بارك الله فيك، حياكم الله وإياكم. جزاك الله خير شيخنا وبارك الله فيك، حياكم الله وبياكم. أحسن الله إليك وجعل في كل لحظة مرت علينا وكل حرف قلته أن يجعلك في ميزان حسناتك وأن يغفر الذنوب لنا وحسناتنا إن شاء الله، كلنا إن شاء الله، كلنا بإذن الله عز وجل. جزاك الله خير، حياكم الله وبياكم. نخرج من